هذا اللي عم خطط له، انه نبعد عن الكل ونبقى انا وانت لحالنا وضمك. عفوا. رفيف، ايه يا رفيف؟ عمران بيك انت بالبيت؟ لا نحن برا. صاير شي معكم؟ عمران بيك انا لازم روح لعند اختي نزلي بسرعة. شو صاير؟ عرفت انه رح تعمل العملية وكتير مقهورة. بدك روح لحالي ولا بتجي بتاخدني؟ انت لا تطلعي من البيت، استني برجع بخبرك بعد شوي. بكرة بتروح على المستشفى، لازم تروح بنصاص الليالي؟ ما بعرف، يمكن صاير شي مهم. شو رح يكون صاير عمران؟ أكيد مشتاقة لأختها وبدها تروح تشوفها. بعدين لا تنسى إنه البنت في 100 دكتور فوق راسها، منتصل ومنطمن. كمان ما بصير تطلع وقت اللي بدها. ما بصير عمران، ما فيها تعمل شو ما بدها. أنا هلأ بتصل فيها وبحاكيها. عمران ما رح تنزعلنا هالسهرة، ما هيك؟ خلص اتصلي. اي عمران بيك. مرحبا رفيف. بكرة الصبح منروح ومنشوف اختك مع بعض. دي ما خانم، مستحيل مستحيل انا هلأ لازم روح لعندها لانه هي محتاجتني كتير. رفيف مو لمصلحتك تطلعي بهالوقت، مالنا بالبيت، انا وعمران برا ما فينا نجي. طيب ماشي. شفت هاي مش الحال. يلا نحن خلينا نكمل راستنا. شبك انت منيحة؟ لازم روح لعند اختي لانها تعبانة كتير. طيب خلاص روقي، انا بوصلك لهنيك. يلا خدني لهونيك. شبك لا توقف. يلا ليكني اجيت. بخوف ابدا، رح يعملوا عمليه صغيره. لك اختي انا رح اعمل عمليه قلب، كيف ما في شيء بخوف؟ يعني يمكن موت. نازلي في مشكله صغيره بقلبك وهنن رح يعالجوا لك اياها يا عمري. اختي انا ما بدي اعمل العمليه بنوم، انا منيحه. نازلي هاي العمليه ضروريه كثير، لازم تعمليها ضروري. والا شو كملي؟ والا بموت ما هيك؟ لا نازلي، لا يا عمري، كل هالشي كرمال تقومي وتتحسني، كل شي كرمالك انتي. ليكي بدي منك توعديني هلأ ماشي؟ اسمعي انتي رح تروقي وتهدي، والمفروض تضلي قوية لأنه إذا انتي ما كنتي هادية العملية مستحيل تنجح، وأنا رح أضل جنبك وماسكة إيدك كمان، وبعدين منطلع من هون بدون ما نضطر نرجع لعندهم. رح نبلش بحياة جديدة وأمي كمان رح تكون جنبنا. اتفقنا حبيبتي؟ توعديني؟ لا بقى تبكي اختي، خلص روقي روقي.
خلينا نكمل هالليلة وننبسط. منيح طلعنا عمران، لأنه أنا عن جد ارتحت كتير. شكراً كرم، عزبتك معي بهالوقت. شو هالحكي هذا؟ المهم اطمنتي. أنا كنت رح أخبرها لأختي، والله كنت رح أقلها بس ما قدرت، وهلأ متضايقة من حالي كتير. لا تقلقي، كل شي رح يرجع مثل قبل. نتمشى شوي بالجنينة، يمكن أنت كمان ترتاحي. بدون مشاكل، خليني أطلع غرفتي. لا ما في مشاكل، والكل بيكونوا نايمين هلأ. يلا تعي. أصحك مرة تانية تخاطر بحياتك عمران، واتصل يرد علي مجنون ويقلي جوزك رح يموت. سكري على الموضوع. رح موت من خوفي. شو أعمل؟ اتصل بالشرطة أو خد شي حدا معك. ها، وقت أخد حدا معي أو اتصل بالشرطة بابا كمان بيضرب القصة. أنا تعبان ومالي حابب أحكي أبداً. آسفة من خوفي عليك. برا المنظر بياخد العقل. نطلع على التراس نتفرج مع بعض؟ يلا. عن جد كتير غريب، أول مرة شفتك فيها كانت بالعرس، وهلأ هون عنا. يا ريت يلي عم عيشه يكون مجرد حلم فيق منه وارجع لهنيك. لأنه مشتاقة للضيعة؟ مزبوط اللي قلته، لأنه هنيك بيتي وولدت وكبرت فيه. يمكن تحبي اسطنبول كمان؟ إذا بتحبي أنا فيني فتلك بالبلد، نطلع هيك من الصبح وما منرجع لآخر الليل، ووعد ما راح أخذ منك إجرة السياحة كمان. بس من هلأ بحب قلك إنه اسطنبول كبيرة وما بتخلص بيوم واحد. أنا ما بدي ضايق حدا من أهل البيت، وبالأخص نعمت خان وما بيصير. إيه بس أنت مكبرة القصة كتير. ها يعني بصراحة مزبوط، شكلها قاسية شوي بس قلبها ما في أطيب منه. بيتنا مريح كتير بهذا الوقت. أنا تأخرت، صار لازم أقوم. هدول شو عم يعملوا بهالوقت؟ رفيف اهدي شوي، نحن ما عملنا شي غلط. من وين جايين بهالوقت؟ عمران بيك رحنا على المستشفى كرمال نشوف نزلي. أنا ما قلت لك بكرة بتروحي؟ أختي كانت بحاجة لإلي وكان لازم روح، فحملت حالي ورحت. رفيف، ما فيكي تطلعي من البيت بدون ما تخبريني. خالي شو الموضوع؟ إيه يا بيك، بس أنا خبرتك حضرتك يلي ما كنت فاضي، مشان هيك اضطريت إني روح مع كرم. رفيف ما عم بفهم شو قلت هالمسؤولية هي. خالي لا تعيط عليها بهالطريقة. أنت مالك عرفان أي شي؟ روح على أوضتك. شو الشي اللي ما بعرفه خالي؟ قول لحتى أعرف. تعا معي كرم.
ليش معصرب كل هالقد؟ شو عملت لك البنت؟ كرم، كيف بتطلع البنت بدون ما تخبرني؟ لك كان لازم تشوف اختها، شو الغلط بالموضوع؟ مبسوطة من اللي عملتي؟ أنا ما عملت لكم شي دي مخانهم. خربتينا هالليلة. أنا حكيت معكم وخبرتكم، أختي كانت تعبانة كتير، أنتوا أصلاً ما عم تخلوني شوف لا أمي ولا أختي. فهماني عليكي، بس أنا قلت لك بكرة الصبح منروح منشوفها سوا، ليش بنص الليل لتروحي؟ دي مخانهم، أختي مقهورة عم تبكي وبتدياني، كان لازم روح لعندها ورحت. شو كان بدك أعمل، أتركها لحالة بالمستشفى بهالحالة هي وأنتي بتعرفي إنه لساتها صغيرة؟ رفيف الدكاترة دايرين بالهم منيح، شو لسه مطلوب؟ رفيف، جوزي من تحت راسك كان رح يموت، وابني أنا موجود ببطنك هلأ، وكرمال هذا الولد متت ألف موتة صدقيني. لهالسبب، لحتى يخلق ابني رح تنفذي اللي بقول عليه أنا، وبعدين روحي لوين ما بدك وما تسأليني. فهمني وين الغلط خالي؟ ليش عيطت وعصبت على البنت كل هالقد؟ وليش لحتى تاخذ اذنك؟ رحنا على المشفى ورجعنا سوا، انا ما تركتها بالمره. خالي لا تسكت، شو الشي اللي انا ما بعرفه؟ بحياتي ما شفتك معصب وعم تعيط على حدا. شو الموضوع خالي؟ ما عندك شي لتقوله؟ نوب، ما في شي لاقوله، وفي شي ما بتعرفه. مبين خالي، بس هلأ بدك تقلي، إذا ما حكيت بوعدك أعرف بطريقتي. أوف، مبين في ضيف عنا. تعال شوف، تعال، ما تكون جوعان وبدك تاكل. اه مرحبا، قديشك لذيذ وعاقل كتير. بكره رح اجيب لك جزر، قلي شو رايك. من هلأ نحن صرنا رفقات، ايه؟ وكل يوم رح أطمن عليك. صباح الخير. صباح النور. حبيت أطلع وشمعة ونظيف، رح أرجع على غرفتي. رفيف، بدي أعتذر منك على اللي صار مبارح. حضرتك ما كنت هون وكنت مضطرة أروح شوف أختي. خلاص مفهوم، أنا عصبت لأني خايف عليك ومتوتر. عجبك البيت والجنينة؟ ما بعرف، ما حبيته كتير. ليه؟
إيه لأنه مو بيت، كبير ومعقد، وإذا بدي أمشي بضيع جواته. بس حبيت الجنينة، برتاح بالقعدة هون، الخضار اللي فيها بذكرني بضيعتي. بس بالضيعة ما في كل هالخضار. حضرتك أكيد نسيان الضيعة، بالضيعة عنا في مساحات كتير خضرة، في عنا شلال كمان. مزبوط، أخدوني مرة ورجوني عليه. يا ترى حضرتك بتعرف شو قصته؟ لا، قريت قصته بكتاب. واحد من آلهة الحب اللي منسمع عنها بيعطي الحب لقلب أبولو، وأبولو بيحب بنت اسمها ديما وبيقع بغرامة، بس ديما للأسف ما قدرت تحبه. أبوها لديما لينقذها من هذا الحب بيحول بنته لشجرة وراقة خضر، ومية الشلال بالأساس هي دموع لديما. من وين بتجيبي هالقصص الحلوة؟ عنا بالضيعة في مكتبة كتير صغيرة، وأنا عم حضر لامتحانات الجامعة كنت دايماً أقرأ قصص لغير شكل. ما قلتي لي شو دارسي؟ بابا ما خلاني كمل، كنت أدرس حقوق بس انجبرت أترك لساعد أهلي بمصروف البيت. عمران؟ كأنه حياتك كانت قاسية وصعبة؟ ما كانت أصعب من اللي أنا فيه هلأ. ندماني؟ يعني لأنك قبلتي بهالحل؟ شو بتفرق إذا ندمت هلأ؟ يعني هذا خياري الوحيد عمران بيك، وما كان عندي حل غيره بنوب. طيب لو ما صار هالشي وكانت حياتك طبيعية؟ ما فيني فكر لأنه مستحيل. نفترض أنه ممكن، عندك شغل وعيلتك جنبك، شو بتعملي؟ خلص دراستي، طبيعي يكون عم بشتغل لحتى أقدر عالج نزلي وبساعد عيلتي وبس. بكل الأحوال هذا الحكي ما بقدر أحلم فيه بنوب، لأنه وضعي ما بيسمح لي أحلم. طيب وحضرتك عمران بيك، عندي سؤال وبدي جوابه. هذا البيبي، بقصد فكرة الحمل، كانت فكرتك؟ لا، ديما هي اللي طلبت. طيب والولاد حضرتك ما بتحبهم؟ لا أكيد بحبهم وبحلم فيهم كمان، بس أنا كنت قبلان باسمتي، يعني قدري هيك ومالي معترض. معناتها طلعت أنا مكتوبة بقدركم. آه تعال شوف، بتحب الحيوانات؟ أكيد بحبهم. لازم نلاقي له اسم مو؟ مثل شو؟ قدر مثلاً. قدر. قدر. إن شاء الله يكون قدره حلو مثله. أهلين حياتي. هلأ بتبردي، يلا فوتي. حبيت أتمشى وشم هوا نظيف. بس أنتي حامل، شو إذا مرضتي؟ حياتي ليش معصبة ومتضايقة؟ طبعاً بدي أعصب عمران، هالبنت ما بعرف كيف بتفكر، بهالبرد عم تدعس حافي على العشب وحامل الأرنب وعم تلعبه، هي ما بتعرف. بس أنت ليش عم تسكت؟ جسمه بيكون مليان ميكروبات. حبيبتي هذا حيوان نظيف، من وين الميكروبات؟ البنت حامل، وهذا حيوان عم يأكل ويركض بالحديقة، ما بيصير تحمله بإيدها. رفيف؟
قولي لي ليش طالعة من غرفتك على بكير؟ طلعت شم هوا نظيف نعمت خانم. خبروني إنك رحتي مع كرم على المستشفى. إيه رحنا. أنا نبهتك من قبل وقلت لك ما بتطلعي من هذا البيت خطوة من غير ما تخبريني لوين رايحة. نعمت خانم، نزلي كانت كتير متضايقة وصارت تبكي على التليفون، عرفت إنه رح تعمل العملية وكنت مجبورة أطلع. أنا هذا الحكي ما عاد أقبله، وكل شي بدك تعمليه لازم أعرفه بالأول. بكفي بقى، يلا على غرفتك. غسلتي ايديكي؟ غسلت. ايه معلش قومي غسليهم مرة تانية. ديما خانم خلص انتي لا تاكليهم، غسلت ايدي منيح. وتاني مرة ما في داعي تمشي حافية بالحديقة، المطلوب بتعملي. لا تقلبي خلقتك بالمرة، اللي ببطنك ابني انا واللي بقول عليه بيتنفذ. أنا ما رح كون عبدي عندك، انتبهي. مرحبا. أهلين. ديما ليش ما نزلت؟ قالت لي إنه نازلة بس ما بعرف شو اللي أخرها. يمكن تكون متضايقة من الوحام. يا لطيف شو صعب، كان وحامي صعب بحنان بس بسحر أخف شوي. أنا رح أشوفها. مليت من تعليماتكم، كل شوي بتطلعوا لي بقرار وأنا لازم أسمع ونفذ. رفيف لا تطلعي لبرا، رفيف البسي هي، لا تدعسي على الأرض حافية، اسمعي موسيقى وكلي هي، خلص رح أختنق. ما فهمت عليكي. اسمعي أنا ما عم بغلط معكم بنوب، البيبي وضعه ممتاز، هو بعد 9 أشهر بيولد وحضرتك بتحمليه بين إيديكي وخلص. لأنه أنا أمه طبيعي ضل خايفة عليه. أنت عندك مسؤولية وعلى هالأساس عطوكي إجرة. شوفي ديما، ما في شيء.
شو الموضوع ديما؟ مالي راي أبنوب. قومي خلينا نحكي شوي. مالي متوقع تكون نفسيتي هيك، يعني رفيف وأنا بنفس المكان مو مقبول. ما حدا فينا متوقع نصل لهالمرحلة. عم حاول اضغط على حالي وروق، بس مو بإيدي اللي عم أعمله. ابننا ببطنا هلأ ولازم تدير بالها وتنتبه على حالها. حياتي، هي فكرتك أنت وأنا وافقت كرمالك، بس ما فكرت إنها رح تعيش بيناتنا. كنت مجبور، اللي صار معها خوفني، ما كان عندي حل. وأنا كمان كنت مجبورة عمران. أنا كل اللي طلبته إنه يكون عنا ولد وما لقيت حل غيره، بس ما توقعت إنك رح تجيبها على هذا البيت وتقعدها قدامي هون. ديما، هي رغبتك. البنت قبلت بصعوبة وبلشنا بالقصة، وهلأ عم نكذب على الكل، على بابا وعلى كرم. مو أنت الوحيد اللي عم تكذب عليهم، فكريني أنا اللي حاملته، كيف بدي اتطلع بعيونهم؟ هلأ ما عاد فينا نتراجع. يعني المفروض اتحمل واسكت وما أحكي اللي عم حسه، وبالآخر بيطلع الحق علي. يا ديما، أنا ما عم أقول الحق عليكي. نحن أخذنا هالقرار ومضطرين نتحمل نتائجه شو ما كانت. إليلي، كرم بكر وطلع مريم؟ إيه بابا، عنده نادي اليوم. تعبت حالي اليوم زيادة. مبلش جديد بالرياضة؟ ما شفت حضرتك من قبل. إيه من جديد، حاسس وزني زايد وبدي أخسر كم كيلو، بس تعبت وطبيعي العمر له حق. أول يوم أكيد رح تتعب، بس بعدين بتتعود. بس أصحك تقطع وتغيبها. المفروض أني داوم، بس طبعي بمل بسرعة. اسمي إياد. كرم. فيني أقعد؟ طبعاً أتفضل. تعبت طول الوقت وأنا عم أركض. يعني مليت منها؟ إيه، لأنه رياضة ما فيها تحدي. بس أنت واضح أنك بتمارس رياضتي المفضلة. وبعد الثواني لحتى أجي لهون. وبما أنك بتحبها خلينا نروح على المسبح. تسبح منيح؟ بتخيل أنه فيك تقول وسط. حاسس فيها تحدي لقصها؟ يعني هيك شي. كرم، إذا عرف أنه أبوه عايش ونحن مخبين عليه ما رح يرحمنا بنوب، وبالأخص إذا مريم كمان دريت، أكيد رح تقوم قيامتهم علينا. والله يستر. لازم تعرف لي شو تحركات نادر وشو ناوي ساوي. تمام. خلي عيونك 10/10 وتابع لي خطوة بخطوة. أمرك بابا. وكرم أماني برقبتك، لا تتركه لحاله يا ابني وخليك جنبه. لا تاكل هم بابا، أنا رح أهتم بالاثنين. لاحظتوا ما هيك؟ الصبح ما نزلت على فطور الخانو لأن حامل بتتدلل وما بصير حدا يقرب منها. ايه بيطلع لها لأن حاملة ابن عمران بيك، وتخيلي انه يطلع صبي كمان. مو وقت توقعاتك هلأ. خالي شكرا، ليش ما بتجيبي لنا ولد ثالث؟ لك انتو ما عندكن عقل بالمرة؟ معقول هلأ ارجع احبل؟ يا ربي دخيلك. ديما، نحن اكيد مو اول ناس ما بيجيون ولاد ولا اخرون، بس مو الكل عنده مصاري ليجيب أم تحمل له ابنه. لقيناها بالزور وأقنعناها ودفعنا لها مصاري، والبنت تخلت عن كل شيء بحياتها. ليش؟ لأنه كانت بوضع سيء ونحن استغلينا وضعها لهالبنت. طبعا هي غلطة أمي. ليش؟ لحتى أنت تصيري أم وتحملي ابنك بحضنك. فقلي لي هلأ شو المطلوب؟ بدك يعني ما أحكي ولا كلمة وما أتدخل بأي شيء؟ لا تعطيني ابني بس تولد كتير حلو. مشكلتك مفكره انك الطرف المظلوم. ديما، بعرف شعورك، بس هالبنت ما حدا سألها اذا مبسوطه باللي عم تعمله. بس مقابل هالشي عم تاخد اجرتها. مفكره بارادتها صار هالشي؟ حكيته؟ ما بعتقد. بس انا سألت، بتعرفي شو قالت؟ الغريق بيتعلق بقشه، وانتو القشه اللي انقذتها. لك مو عيب؟
ديما هي إنسان عنده أحلام، ليكون عنا ولد حطمنا له أحلامه. ملاحظة هالشي؟ أنت بصف مين واقف هلأ عمران؟ بصفي؟ ولا بصفة؟ أنت شو عم تحكي؟ بما أنك متضايق عليها هالقد معناتها كتير بهمك أمرها. أنا ضميري ماله مرتاح، بس هذا اللي بدي أقوله. فكري شوي قبل ما تلوميني، جربي حطي حالك محل هالبنت، حسي باللي حاسسته. بتحب قلك بشو حاسة عمران؟ ما بيهمني رفيف بشو حاسة، أنا بيهمني ابني اللي بدي شوفه. ديما شو صار لك؟ أنت متغيرة كتير. ما بعرف أنا اللي تغيرت ولا أنت عمران؟ برأيي فكر منيح مين فينا اللي تغير. ديما شو قصدك؟ حكي بوضوح. بكفي بقى، شو رح نتخانق من تحت راس رفيف من عند الصبح؟ شو هالخربطة هاي؟ كيف هيك الدنيا فايتة ببعضها؟ في شي عم بصير بهالبيت بس نحنا ما منعرف شو هو. لك يا ريت بفهم شوي بالتبصير. خالي شكران؟ ها؟ في ست اسمها نور. ايه؟ بصارة وبتفهم بهالأمور. اه وحكيها بيزبط؟ كل الدنيا بتروح لعندها واللي بتقوله كلمة بكلمة وحرف بحرف بيزبط. ايه؟ إذا بتعرفي بيتها خلونا نروح لعندها وبأسرع وقت. رفيقتي عندها رقم تليفونها، هي راحت لعندها وهي اللي حكت لي عنها. إيه جيبي لي الرقم. طيب رح أطلع جيب موبايلي وانزل. طيب بسرعة. يلا لا تطولي. إيه شو هو الشرط؟ كيف يعني؟ شرط شو؟ اللي بيخسر بغدي التاني. لكان خلينا نشوف مهارتك. يلا لشوف. والله يا كرام الغداء على حسابي هالمرة. ها شاهين بيك، أهلين. مرحبا، بعتذر لأني إجيت بهالوقت بس كأنه في خربطة بالكياس. إيه معك حق، تفاجأت فيه بعد ما رجعت. وأنا لقيتها فرصة لحتى أشوفك. تفضلي. يسلموا إيديك، أنا من شوي عملت إبريق شاي، تحب تشرب معي؟ ما بدي إزعج حضرتك، خلاص غير مرة بجي. معقول هالحكي؟ على القليلة بترتاح من الطريق. تفضل لجوا بين ما أجيبهم. تمام. يا الله وين ممكن يكون اختفى؟ أنا متأكدة إني حطيته بإيدي بهذا الدرج وما طلعته أبداً. نعمت خانم، بهذا التقرير مكتوب إنه بويضات ديما خانم مستحيل تتلقح وتعيش، يعني ديما خانم ما رح تكون أم أبداً. لو سمحت أعطيني هذا التقرير إلي دكتور. ومثل ما اتفقنا ماشي، ما حدا رح يعرف بالنتيجة. يا ربي إذا وقع بإيد حدا وقتها الكل رح يعرف إنه ديما ما فيها تكون حامل. وين هو التقرير؟ وين حطيته دخيلك يا ربي؟ يا رب وينه؟ وين ممكن يكون حطيته يا ربي؟ تقرير وين؟ خير نعمة خانم، انت عن اي تقرير عم تدوري؟ هذا تقرير، قول معي السكر، تقرير السكر تبعي، لازم شوف تاريخه وعم دور عليه بين الوراق وما عم لاقي. عزيزتي لا تشغلي بالك، روحي بكره الصبح واعملي تحليل غيره. طبعا اكيد رح اعمل.
ماشي، أنا رح أنزل لتحت شوف البنات شو عم يعملوا. ليكون هذا هو التقرير. طيب نور خانو، أنا رح أبعت العنوان بمسج هلأ بيوصل على رقمك. إيه؟ مع السلامة، الله معك. جاي لهون. أوخ، خليها تجي لشوف شو عم يصير بهذا البيت واكشف شو عم يتخطط. إيه؟ ونعمة خانو؟ ما حق، إذا عرفت نعمة خانو ما رح تسمح لتدخل. مندخلها من دون ما حدا يحس وعلى غرفتي. شو الموضوع اللي عم تتآمروا عليه انت وياها؟ امي ما في شي مهم، عم بقلن على أكل يجربوها. يا ريت تشغلوا ايديكم مثل ما عم تشغلوا لسانكم. مين منكم نظفت اوضتي آخر مرة؟ أنا يا خانو. إذا مو نظيفة بطلع بنظفها. مين منكم لعبانة بالوراق المحطوطة بالدروج؟ صباح الخير بابا. أهلاً أهلاً، صباح النور بنتي. وين رايحة؟ بدي روح على المكتب شوي، بالفترة الأخيرة أهملت الشغل. ديما أنت بعمرك ما هملتي شغلك، بعرف قديشك دقيقة ونظامية، بس من هاللحظة هاي ما عاد في شغل بنوب بنوب. لا تنسي إنه اللي ببطنك هلأ بيكون هو حفيدي، يعني ما عاد في تعب بنوب. لا تخاف علي بابا، رح دير بالي. عن إذنك. ديما، أمك كانت عم تدور على هذا وما لقته، بعتقد إنه تحليل السكر تبعها ليك نزلت على المطبخ، ممكن تعطيها إياه حبيبتي؟ إيه ولا يهمك. يلا الله يعطيك العافية. شكرا. أيوة لؤي. ديما وينك أنت؟ أنا بالمكتب جاي مو هيك؟ نص ساعة وبكون عندكم. طيب بانتظارك. تمام شوفك. لما بتلاقوا شي لا زدتوه، على القليل اسألوني. كم مرة لازم احكي ونبه مشان هاي القصة؟ امي اهدي ولا تعصبي، هلأ بيرتفع ضغطك وبيوجعك راسك. من وراكم ارتفع ضغطي ومشي الحال. رح اعمل لك كاسة ليمون بتهديكي شوي. هاتي اعطيني ليمون. يسلم. صحتين وهنا. وهاد كيسك. شكرا عزبتك معي. شاهين بيك، انا شو ما عملت ما بكافيك على المعروف اللي عملته معي، كله راقي بقلب الشنتاي، كروتي هويتي، شو كان صار لو راحوا كلهم؟ العفو، ما انا مستاهله. غير اسمك ما بعرف شي عنك بنو ولا حتى شو بتشتغل، طبعا غير انك بتمسك الحرميه. إذا بدك الحقيقة، هالفترة عم دور على شغل. هيك لكان؟ إيه، يعني أنا كنت أشتغل حارس بشركة معروفة، بس اختلفنا ببعض الأمور وبعد فترة تركت، ومن قبل كنت أشتغل شوفير خاص. هلأ عم دور، لازم أشتغل. منيح اللي حكينا بهالموضوع مشان أذكرك إذا نحكى بهيك قصة قدامي. شكراً. بتعرفي بيتكم حلو كتير. لا هاد مو بيتي، أنا بشتغل هون، بهتم بشخص مريض وبشوف طلباته. وشو المرض؟ مفلوج، ومن سنين طويلة وأنا قاعدة عنده. الله يعافيه ويشفيه. طيب ما حدا بيجي بيزوره؟ ما في عنده أهل أو قرايبين يسألوا عنه؟ إيه في، عنده بنت وأنا وياها رفقات كتير، كل فترة بتجي وبتقضي نهار.